مدربة رياضة جزء يعني ما شاء الله، هي يعني رشيقة. تمام. ايوه، بس ساري احلى واحد. ساري والله بتجنن يا لب قلبها. معنا على البث، ركز ركز. ساري معنا. ساري ساري والله انها راعت الاولى والله. لا تخلط مي وزيت. انا مش انت بتقول اعتبرنا انا وياك لحالنا. كمل كمل. بسمع يا اخوان والله اني مش باكل من الصبح اقسم بالله. صح صح. مين دارين؟ مين دارين؟ ودارين قلت لي بحبك محمد. طب يا اخوي ناصر، سؤال قوي. انت يعني بس تحب، شو معنى حب؟ كلمه حب بالنسبه لكم؟ حب يعني، حب يعني اعتناء. يعني انا تعرف انه انا مخصص لكل واحده كل يوم نص ساعه ساعتين. بس شو يعني بتحبها؟ مش تلفونات وهيك ولا شو؟ لا جيزة، انا ناويها حقيقي، ناوي حقيقة. أنا لا أضحك. اسمع، بتحب موكا؟ بتحب موكا؟ موكا وينها؟ هي عندنا، كانت مريضة في المستشفى 3 أيام، ما راح أسأل عنها. الله يشفيها. بتحب أي حدا؟ أنا والله إذا دامها كانت مريضة، أنا لا، إحنا لازم نوقف جنبها. وقف موكا، لا بمزح والله. بس جد كانت مريضة. ألف ألف سلامة عليها والله. خلص اعتبرني أنا بجنبها وبظهرها. شو اخوي سيبنا من هذا، بدي اشلف. اسمع، وين ابو تعمر؟ ايوه وين ابو تعمر؟ وين ابو تعمر؟ ناصر اخوي. أيوة. نصيحه، في الدنيا ما إلها غير اصحاب رجال. البنات بروح بيجي يا اخوي، رجال هم الوقت الضار. هسه اخوي انا مش ناقصني اصحاب. انا هي انت، هي ابو تعمر، هي الشباب موجودين، بس لازم اضافه يعني. شايف ده؟ دقيقة، وين راح اسمه سلاف؟ خلعت. وين راح سلاف؟ شكلها مرتبطة. مين مرتبط؟ سلاف. كلهم مرتبطات. شو دخل؟ بدك تروح تطلع جولات؟ ما تخسر دقي. بعد الشباب نطلع جولات ونكمل مع ناصر. والله جو حلو. خلينا نقول جولات ولا نكمل مع ناصر حكي يا اخوان؟ والله جو جميل. مع ناصر خلينا مع ناصر. جميل ناصر. لا خلينا مع ناصر. اخوي انت ناصر قاعد بتسولف عادي؟ انا بفضلك اخوي. والله بحكي جد، اذا بتفضى معنا في الجولات. طيب خلينا نخسر دقي. لا طبعا طبعا. يا رب نجيب بس من بلد. حيوان. شباب قولوا الله، قولوا الله، قولوا الله يا رجال. شو قاع الوردة؟ يا وردة روح. لا موكا، والله موكا شكلها مش مرتبطة. وظيفتك يلا عليك. ابعث يا أسد، خلي البث يدعي لك. ابعث إشي قوي. ابعث وردة ولك ابعث لك بديناصور. خلي هز البث، هز، خلي الوضع يهز. لبلال لابس لبسه على البحر على الحبل. الو، والتلفون كم؟ هلا اخوي بلال. يلا روح. او شكرا موكا. والله معناته موكا اذا مرتبطه. إذا مرتبطة ابعثي وردة، وإذا مش مرتبطة ابعثي أسد. أنت وين موجود؟ نص والله لازم بحبني. ولا لا يلا يلا أخوان أسد الساعة بكثير إن شاء الله. أما مجهزي الكوبان. شكرا على القلب. مش إلي حلو. شكرا. يلا شكرا على القلب، لانه هو اصلا مش منتبه. في واحد بعث لك قلب حب. ناصر والله على التليفون. بلال بيجي، نقوم بواجبه. طلع شباب، شو بصير في ناصر؟ هو لولا بعثت لي درورات. والله لولا انها طلعت بني ادم جميل.
ابقى عندي اقول لك اشي. قول يا خد. انا ضفت كل البنات اللي هون. لا يا اخوي بغار عليهم. صديقات صديقات. يا اخي بتعرفوا مين كان عندي بالبث بس انا بعدين بقول لكم مين؟ بكره والله حيطلع عنا حقه يفضى عرضنا. مين؟ انا ضايف هون طالع عندي صديق. والله بكره حنكون على البي بي سي. اتخاف يا شيخ بقرعان وانا بظهرك. بقرعان هذاك اليوم رحت على المحكمة لقيت القاضي من دار القرعان. والله عرفني قال لي جاهز حالك للضريبة. يا اخي ماله مش راضي يشتغل هذا ال القرعان قلبي قلبك وثني. رحت الله يا زلمة ثني قول يا رب قول يا رب. ثني يا ابو قرعان ثني. دقيقة برا التلفون عندي كله شلف. ركان ارحب ارحب يا ركان. ارحب 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 أسامة. لا لا ما صار شيء. لا بحكيك بعد السلام. اخويا اجيك ولا تجيني عادي قول لي. اجيك والله شكا على القلب. وين بدك تروح؟ بدي اروح اجيب بلال اقوم بواجبه اسلم عليه بكره اشوفه اكثر بس اليوم لازم اشوفه. التوب يا شباب التوب لا يروح. واحد الله يزم مرة توب لا. يا اخوي ركان طلعتك انا بعثت لك تطلع. بقول لي النمبر في مالتي تسك مش راضي يطلع. ليش؟ ليش بقول لي عندي فل عندي بس واحد طالع ليش مش راضي يطلع؟ انا عن ثلاث اربع يا اخوي يا ابو قران. والله انك شيخ. وقول لي ال ده جد والله مش مزح. وقول لي ال بقول لي الليمت بتاعت الهاي وصلت واخيرا ما عندي ثلاث. طب ابعث ابعث انت ركان ابعث انت طلب. قناص لا دقيقة والله سامحني سامحني. قول والله طلع موكا. يلا كيف ابعث لها؟ ايه احلى سلمى. باهي 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 اخوان بحاول اطلع. الله يسعدكم. بدي يطلع من الأصدقاء عندي قائمة الأصدقاء يبعث. لأن أنا مش قادر بقول لي وصلت الحد الأعلى من ال. طب ناصر يلا نرجع نضحك. يضحك؟ فكرني هبيل أبو قرعان؟ نسولف نضحك مستانسين شو هبيل؟ حلو. أبو قرعان بالله عليك لو 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 خيروك 100 دولار وانا مين بتختار؟ والله انت يا زلمه الله يسعد دين دين دينك. 100 يعني انت ما قلت مليون ما قلت شو اسمه 100 100 دولار 100 شو بكشيش 100 دولار مش كثير والله. مليون مليون انا قصدي مليون 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 دولار مليون. لا والله فشرت عن المليون. شوف اخوي المليون. لا
لا والله، لا والله، المصاري يا اخوي تروح تيجي، لكن الرجال والله عمرها بتروح وعمرها بتيجي عمرها بتروح. شو والله مين خلط ماي زيت؟ والله بقرعاني تفتني يا زلمه، والله والله وجهك يهيئ لثنتين ثلاث والله. دقيقه بس اشوف. والله والله يا اخوان اعذروني بس انا بحكي مع بلال اشوف كيف بدي اوصل له. ناصر والله سلمهم بالله عليك، يعني غني يلا يلا غني يلا. ما عليك ما عليك. العمر راح يلا العمر راح أويلي العمر راح قضيت هموم وجراح أويلي العمر راح أنا بكيت لا والله أنا بكيت أصيح الويل يا ويل أويلي العمر راح العمر راح. غنيك أغنية أنا حافظها. شو ماله؟ شو فيه؟ غنيت لهم، كنت غني لهم. لازم شو فيه؟ ايش فيه؟ مرحبا اخوي ركان. مساء الخير. التنور والتنور. نور. لونكم. لا والله. الاخبار. الله يسلمكم جميعا والله. نورين ناصر والبرعان. حبيب قلبي ركان الله يسلمك. نورك نورك. لا ركان قبل تحكي مع ناصر قلت تعال. انا والله بدي ناصر للضروره القصوى طبعا مش قادر اوصل له. اوف طبعا اخوي. يا ريت انه الكلام يكون بيني وبينك على الخاص ما يكون هنا والله. لانه الكلام قوي راح يكون يعني. والله انا وصل لي بكلام قوي يا ركان صح كلامه قوي اقسم بالله بس كفو كفو لي حقي عنده انا والله. الشباب اسالكم بالله لا حدا يضيفني ولا حدا يتابعني من الموجودين. ده انا لك حق اذا لك حق اسمع ركان 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 اخونا والله كفو وانا كلمته الله يحييك ما عليك صوت والله يا قرعان والله يا اخوي والله بحكي جد فبالعكس اذا قال لك في كلام معناته يعرف انه في كلام. في لي انا في موضوع بدي احكي معاه ما بدي احكيه قدام الجميع ويسعد مساء الجميع كلهم ومنورين واسالكم بالله متابعين القران وناصر لحد يضيف اذا شفتونه حابين تضيفوني ضيفوني اما تضيفوني عشان طلعت قصد لا. ركان ركان كيفك؟ هلا والله شو اخبارك تمام؟ حبيبي يا خالي والله بخير دامكم بخير. عندك مشكله انت ناصر؟ لا والله مو مشكلة بس ناصر يا أخوي محسوب علي وفي موضوع ودي أحكي أنا وياه فيه وهو يوصله لناس. ما بقول لك أنا أدي لك حق عندي بتأخذ. خلص وصل أخوي ما في يعني قال له الرجال حاب يوصل يقول له ضيفني ويكلم الموضوع خلصنا ما يعني. بس يعني موضوع بينه وبين ناصر راح يكون فهمت كيف؟ واضحة. خلوه خاص. وخير إن شاء الله وتشرفت فيك كل جميع. هلا يا أخوي ركب حياك. الله يحييك يا قرآن واعذروني على الدخلة. لا يا أخوي حياك الله والمون على ناصر. ناصر أخونا حبيب الله يسعد مساك يا أخوي ما جد عندك يا ناصر رد المتابعة مش عارف مش زايقتك كيف تضيفك على المتعدد. ابعث وردة خلص ابعث لك يا بشر يا زمان فوق حط الكوين مش لقيه اقسم بالله الركن يا زمان. دقيقة والله شوف المسج يا أخي أنا كيف دفتح مسجات والناس جنبي طب كيف ما أشبكه هون تبعتك أنا هسه يا ناصر أكل خلاص ابشر خلاص تم ابشر على طول. حبيبي يا ابن عمي توكل على الله وتشرفنا بالجميع وسامحونا يا حبايب. الله يسعدك. هلا يا قلبي هلا عندي أروان 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 كاد أرون كاد أرون ناصر نصيحة ناصر ناصر معلش والله ما. نصيحة لتغني بدي أغني لك والله بدي أغني لك. لا لا نصيحة خذها مني بس اسمعني.
ما المشكلة يا ناصر، انت يعني اخي موهبة هي. الحمد لله، بس والله في ناس كثير انا لما اغني بتكون يعني اكيد راح تلاقي هذول شو اسمهم اعداء النجاح. كثير ناس لما اغني انه تقول لي اسكت وابصر ايش هذول كلهم اعداء النجاح. يعني انا اعداء النجاح كمان حقك انت؟ اذا حكيت لي لا معناته انت من اعداء النجاح. يا ناصر بتجيب العيد احيانا. اغني لك يا ابو قرآن والله يمكن يا اخي. لا صح صح، اسمع صوتك جميل، بس شوف هو امار العيد. انا فاهمك والله، فاهمك قصة. في اي شيء في الدنيا في يعني في ريسيفر، في مستقبل، وفي يعني في طرفين، واحد سند وريسيف يعني. أيوة. احيانا المشكله بتكون في الريسيف، فهمتني؟ يعني ممكن المشكله في ايش يعني الريسيف؟ يعني الاذن، يعني ممكن احنا عندنا اذن طربي. افهمك اياها. انت بتعرف الانترنت كيف يشتغل؟ النت ايه بنشبكه بالبريز. الانترنت لما انت تكتب شيء يرسل، حلو، لما حد يكتب لك شيء تستقبل، هو قصده في الاستقبال يعني. طب انا خليني اغني عشان انت تستقبل. العالم تستقبل صوتك والله باذن الله. غني انا غني. اغني اغنيه غني غني راح تكون غني 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 بتغير اللي غنيته قبل شوي. هاي يعني انا بدي احط عندي بالبث، بدي احط عندي في البايو جبر الخواطر. غني يا اخوي. يا شو جبر الخواطر يا زلمه؟ جاش حد دقيقه خلنا اسمعك. هاي موهبه اصلا، لازم انت ترفع هالموهبه فوق. يا بحط اغاني معها موسيقى؟ ايه لا وين يا زلمه، والله في ناس مغنيين كثير طلعوا على المؤثرات. انا اذا بدي اطلع بديش اطلع مؤثر، بدي اطلع طبيعتي. لما بضمك عصديري شو بحس الدنيا صغيرة، حاسس حالي ملكت الكون وانت في عيني صغيرة. الله والله وما شاء الله عمره بحالك تحلى، عمره بحالك تحلى. شباب بنصوت، خلاص بنصوت شباب. شو ليش بيحكوا سلام؟ بحب صوته جميلة. واحد كاتب موهبة تستحق النجومية. والله يسعد دينه يا زلمة، والله اقسم بالله أرون حدك. أنت من أعداء النجاح، أنت عدو، أنت قائد الأعداء. ناصر والله كان مودي جميل، أقسم بالله كان مودي جميل. بس لما أنت صرت تلعب بالتلفون مودك بطل جميل. لا لما أنت غنيت شو عملت لي في المود؟ قول كلمة، شو عملت لي في المود؟ واحد رن كرب أجي التلفون. اسمع أنا؟ صدقني انا بس غنيت اغنيه بس. شو مالك؟ انا لازم الاقي اغنيه العالم ارجع فيها المود الهبط. خلي ارون يغني. قناص غني لك. انا غني. غني يا قناص يلا. لا انا ايش غني؟ انا غني تهر يسكر بس مباشره اوتوماتيكيا. ولو ايش عامل فيها عدو للنجاح تبعي دام انه صوتك زي صوتي؟ لا ما قلت لك انا عدو للنجاح، قلت ما شاء الله. قال لي لا تغني كمان مره ابو قرآن، انا ماسك حالي وبديش احكي حدك يا قناص. اسمع شوي. قرعان قال لك روحت المود، انا شي قال لك؟ لا
اخذ لك نصح اخوه، قلت لك لا تغني مرة تانية. كأنه قصفني. لا لا انا ما قصفته، انا قلت لك هو قال لك انه كان افضل مني. وانت قصفني خفيف وقصفني علي ثقيل. حلو. لا لا قال لك انا قصفتك ثقيل وهو قصفك اخف، هو كان احسن معك. كان الطف. انت ناصر. أيوة. انا جيت باحترام. غيرك اقسم بالله الصيف مغيرك. الصيف مغني للأسوأ ولا للأحسن؟ الأحسن. هيه وفي صيد كثير. يا ناصر تعرف ناصر؟ تعرفه ولا أول مرة تشوفه؟ لا أعرف ناصر. ناصر كفو مرتبط. أنا مرتبط. عديت ستة. ستة اقسم بالله عد ستة. بعث لي هذولا قلنا يغيب. قد فاضر والله تطلع البث اسلم عليك. الرجال قبل شوي بلاش يكون زعل منه هو في البث. والله تطلع يا اخوي يسلم عليك اذا فاضي. طبعا اذا فاضي بعث كستر مش قادر. ايش بطلع مش قادر اضيف ناس اضيفه من عندي. ضيف انا مش راضي. بقول لي عندي البث كذا بس الرجال اذا مشغول انا قلت له اذا فاضي من يشرفنا يعني. بس بطلع لي كذا فلازم هو يبعث انا استقبله. اقول يعني اسحبه من فوق لحظه شوي. اسحبه من فوق. ما ابغى اسحبه من فوق. كيف مش عندي هو. وين ال 3600 متابع في البث؟ بس هو مش موجود. مش داعم. جحفني. موجود. قد فازر مش موجود. هو سامي ممكن ما بطلع قستات عادي. انا حبيت اسلم عليه والله. انا قبل شوي كنا نمزح. جحفني وقلت له شو يا اخوي شو فيه شو القصه. لا قد فازر ما يخدك. قلت له ترى مزح. ما يحزر مع مين جحفني يا سلطي؟ ما انا اول ما جحفلك بنت عندك لقيتني مساني. خفيف. انا لو اني كنت كان جحفلت يا ابو قرعان ما عسالي ولا متسالي. صادق. قال ناس كان موجود. قال انا بديش جحفل خاف. انا الصراحة محلف بس قلت له بعد اليوم خلاص. بعد اليوم خلاص حلفانا خلاص. يعني الاتفاقية خلصت بينه وبينه. شو الاتفاقية قلنا؟ لا هو يضرب عندي ولا أنا أضرب عنده فاتفاقية خلصت. والله 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 دلباكو تضربوا عند بعض. أضربوا عندي خلاص اثنين. أمزح والله. غيث شكرا يا غيث. والله ناس خرب والله العظيم. طب رجل لي مودي. إيش كيف رجالك مودك؟ انت مودك بده جولة قوي. والله بس ايه افتح كاميرا ابو قناص. انا ما افتح كاميرا. ايش فيك انت؟ ما افتح كاميرا؟ لا والله. يي ليش اخاف؟ يا سلطين ما يعرف صقر شوية قناص. ما بيطلع حد بيكلم حد اصلا. كلمني واتساب بيطلع ومحترمني الرجال وطالع ما ي... القناص هذا القناص. والله تبغى شو القناص؟ والله والله القناص اسمه. ابعت شو عن القناص. انا راسي تيك توك كله في جيبته صغيرة حاطه يا رجل. والله على راسي والله منور يا قناص. الحين جلست. انا والله يعني الناس المحترمة اكيد. الناس شفت كيف العجق؟ ايش مين؟ بس والله كلام صح اقسم بالله الرجال. والله على العين والراس والله. معلش كنت على التليفون. امورك تمام؟
صح قلب. تمام الأمور تمام تمام. كنت أقول السلطي عنك جلس رأسي ولا مين القناص؟ مين ما يعرف القناص يا رجل؟ يا أخوان ترى مش شايف البثوث، مش البثوث، الكومنتات ما شاء الله كثيرة. أقرأ لك أنا؟ لا والله بدي أروح أشوف بلال أسلم عليه. يلا قول يا رب وروح اطلع قصته. لا مش قصته، راح أخذ الرجال خلص، بروح أخذه أشوفه أشرب قهوة معاه وأرجع. أخوي قناص تمر نفسي؟ بالكلب. يلا نذنكم يا جماعة. الله معك ناصر. قناص بقرعان نوري الجميع يا إخوان. سلام. معاي تليفون، مش كله معاي تليفون، بستنى حتى يخلصوا نبيل.